السلام عليكم شباب بنات مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حالتنا حارت عليكم مشروب واحد بس قوي جدا، هيساعد ويساهم بشكل كبير جدا على حرق دهون البطن والكرش والكناب. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده كل ما بنبدا الفيديو. ودلوقتي زي ما انتم شايفين ان شاء الله في فيديو النهارده هعرض عليكم مشروب واحد بس، وهو مشروب قوي جدا هيساعد ويساهم على حرق وتبديد ونزف وتبكير الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه البطن والكرش والكناب او في منطقه الخصر كمان. وبرده المشروب ده مناسب لكل الناس، يعني لو كنتوا انتوا وانا اسف يعني بتعانوا من مشكله القولون العصبي او اي نوع من انواع المشاكل المتعلقه بمنطقه القولون او القولون العصبي، برضو عايز اقول لكم ان المشروب ده مفيد ليكم جدا تماما. ولو برضو كنتوا بتعانوا من انتفاخ المعده او انتفاخ في القولون العصبي، برضو المشروب ده هيفيدكم بنسبه 100%. حلو قوي. فدلوقتي بقى في بعض البنات وبعض السيدات احيانا يعني ما بيبقاش لهم نفس او ما بيبقاش عندهم القدره او كمان ما بيستحملوش او بيكسلوا ان هم يمشوا على نظام غذائي تحت اشراف الطبيب او تحت اشراف المدرب الشخصي، فدايما برضو بيحاولوا ان هم يبحثوا عن ابسط واسهل المشاريب، او ان شاء الله حتى يكون مشروب واحد بس يعني بتكلفه قليله وكمان بمكونات تكون قليله شويه، برضو يعني مشكلتكم هتتحل واعتبرها كمان انها اتحلت. بس انا عايز اقول لكم ان مش بس المشروب ده هو اللي هيساعد على انكم تحرقوا منطقه الكرش او البطن او الكناب، ولكن لازم يعني ما ينفعش برضو يعني انا اقول انا هاكل حله محشي بقى واكل مكرونه بشاميل واكل رز زي ما انا عايش بقى وافتح في الاكل وبعدها هشرب المشروب ده. للاسف انتوا كده بتنيلوا الدنيا وبتعكوها اكتر وشكل جسمكم يعني هيبقى اسوء من الاول، والمشروب ده ولا كانه اصلا موجود ولا كانكم شربتوه كمان. فلازم يعني يبقى في نسبه وتناسب ما بين الكميات الاكل اللي انتم بتاكلوها، يعني مثلا ولا نفترض لو انتم مش حابين تمشوا على نظام دايت ممكن برضو تعملوا يعني بدل ما كنتوا بتاكلوا طبق رز كبير او طبق مكرونه خلوها نص طبق، مع الوقت خلوها ربع طبق. كل الكلام ده مع المشروب انا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتم في خلال 10 ايام 10 ايام هتوصلوا للنتيجه اللي انتم عايزينها باذن الله ان شاء الله. وبرضو الاكلات بتاعتكم تبقى مشويه او مسلوقه عشان خاطر يعني نسبه السيود او نسبه السمنه والحاجات دي كلها هتكون شبه منعدمه او هتكون قليله جدا. وبرده يا ريت تبعدوا كل البعد الممكن عن كل ما هو متعلق بالسكريات والاملاح، لاني زي ما قلت لكم قبل كده السكريات بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على تكوين دهون عنيده في كل مناطق الجسم، وكمان برضو الدهون العنيده بيصعب التخلص منها بسهوله. وبرضو الاملاح يعني بتساعد بشكل كبير على تخزين الميه تحت الجلد وبالتالي بتدي شكل منتفخ، فطبعا شكلكم لما بيكون منفوخ يعني القدره على الحركه عندكم بتبقى بطيئه جدا. فيا ريت تعملوا بكلامي ان شاء الله حتى لمده 10 ايام او 15 يوم او 30 يوم، يعني لحتى ما توصلوا للنتيجه اللي انتم عايزينها، وبعد كده هتقدروا ترجعوا يعني للحياه العاديه بتاعتكم. ولكن اهم حاجه تكونوا مظبطين اكلكم برضو علشان بعد ما توصلوا لشيب كويس او في تناسق ما بين منطقه البطن او الكرش والخصر، ممكن لو لخبطتوا في الاكل بتاعكم هترجعوا لنفس الحجم اللي انتم كنتوا عليه ويمكن اسوأ من كده. فيا ريت تسمعوا كلامي وتنفسوه بالحرف الواحد. حلو قوي. فدلوقتي بقى انا هقول لكم ازاي تعملوا المشروب ده، يلا بينا. طيب يا جماعه دلوقتي زي ما انتم شايفين انا قدامي ثلاث حاجات، طبق فيه ليمونه مقسومه نصين والطبق الثاني فيه قرفه ناعمه طبعا او قرفه مطحونه يعني، والكنكه دي جواها ميه. طبعا انتم بتجيبوا ميه على قد كوبايه بالظبط تحطوها فين؟ في الكنكه. تمام، اعملوا بالظبط زي ما انا هعمل، تابعوني. اول حاجه هتجيبوا معلقه من القرفه، تمام، وبعد كده هتفضوها فين؟ في الكنكه. وبعد كده هتاخدوا نص ليمونه بس، تمام، وتعصرها فين؟ في الكنكه اللي فيها ميه والقرفه. طيب دلوقتي بعد ما عملنا التلات حاجات دول على بعض، المفروض دلوقتي ان احنا نحط الكنكه دي على النار لمده 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده ان شاء الله هقول لكم تعملوا ايه، تابعوني. طيب يا جماعه دلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما سيبنا القرفه على النار لمده 10 دقائق بالظبط فطيناها في الكوبايه، وزي ما انتم شايفين
انها طبعا سخنت بشكل كبير جدا والدخان طلع قدامكم اهو. وطبعا كل ما كانت السخونيه اعلى كل ما كانت الفايده احسن وافضل بكتير، تمام. وبعد كده بعد ما حطينا المشروب القرفه في الكوبايه هنعصر عليه نص ليمونه، تمام. وبعد كده هتقلبه المشروب ده بشكل دائري او بشكل عقارب ساعه. وعلى فكره المشروب ده ياما ساعد كل البنات وكل السيدات وكل الرجاله كمان وكل الشباب اللي انا اعرفهم معرفه شخصيه على ان هم ينقصوا من حجم او شكل البطن والكرش بنفس الوقت. وكمان برضه لو كان عندكم دهون في منطقه الخصر هتقدروا ان انتوا تنحفوا او تخسسوا او تحرقوا دهون تبقى متراكمه في منطقه الخصر كمان وهي منطقه الكناب. فانا يعني انصحكم ان انتوا تعملوا الكلام اللي انا بقول لكم عليه بالحرف الواحد وعد مني في خلال 10 ايام او 15 يوم هتلاقوا شكل البطن عندكم او منطقه البطن بشكل عام متغيره بنسبه 180 درجه وبألف هنا وشفا. دلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما قلت لكم على طريقه تحضير المشروب اللي هيساعد ويساهم بشكل كبير جدا على حرق الدهون وتبتيت الدهون وتفكير الدهون ونسف دهون البطن والكرش والكناب، انصحكم ان انتوا تشربوا المشروب ده 3 مرات او 4 مرات في اليوم. وطبعا المشروب ده ملهوش اي اضرار نهائي وبنفس الوقت صحي جدا، يعني مش بس هيحرق الدهون لا كمان يعني ايه هيصفي الجسم من السموم اللي موجوده فيه. وبرده المكونات بتاعته دايما موجوده في اي بيت مصري في اي بيت عربي بتكلفه قليله جدا. فبرده اهم حاجه ان انتوا تشربوا المشروب ده يعني 3 مرات او 4 مرات، منهم مره هيكون قبل النوم ب10 دقائق لان يعني المشروب ده وقت النوم بيبدا يشتغل وبيبدا يفتت الدهون بتبقى متراكمه في منطقه البطن او الكرش والكناب كمان. وبرده 3 مرات او المرتين التانيين هيكون منهم مره قبل الفطار بنص ساعه او بساعه الا ربع، والمره الثانيه هيكون مثلا بعد الغداء مباشره، والمره الثالثه هيكون قبل النوم ب10 دقائق. طيب لو 4 مرات هيبقى بنفس النظام زي ما انا قلت لكم، بس المره الثالثه هتكون في نص اليوم والمره الرابعه برضه هتكون قبل النوم ب10 دقائق. ولو كان عندكم اي استفسار او اي سؤال عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي وانا بجد بشكركم من قلبي على صبركم ودعمكم ليا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا زي ما احنا بتاعتكم دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارجع لي بكومنت تحت وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده. وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.